لك في سلطان جسدي أعزك يا عين وحدا مثل النحلة اللي تسعدي ابني شهدا فوق شهدا يا محمد يا سيدي. مسجد البي الحسن أو جامع سوق الغزل. يقع المسجد بشارع كرمان سابقا ونهج ديدوش مراد حاليا، يحده من الشمال ساحة شوشان عبد الباقي، غربه قصر أحمد باي، ومن شرقه شارع ديدوش مراد. وترجع تسمية الجامع إلى السوق الذي كان موجودا بالغرب، كانت تباع فيه الصوف مهيئة للنسيج. بني في عهد حسين كليان المعروف ببوكمية سنة 1713، ويعرف اليوم باسم جامع حسن باي، وهو حسين باي بوكمية، ويدعى أيضا خليان حسين، وولد سنة 1073 هجري الموافق ل 1666 ميلادي. تركيا الأصل، لم تذكر ولم تذكر المصادر أعماله غير أن فترة حكمه كانت هادئة، ومن أهم أعماله إنشاء سوق الغزل. إن الكتابة المخلدة لذكرى بناء جامع سوق الغزل موجودة بقصر أحمد باي في الجدار الشمالي لكشك الباي، نفذت على لوحة رخامية بيضاء الشكل مستطيلة تبين تاريخ ومؤسس الجامع حسين باي بن محمد. ويرى الباحثين الفرنسيين ومن بينهم شير بونو الذي حصل على وثيقة من الشيخ مصطفى بن جلول تثبت أن جده عباس هو الذي بنى الجامع بنقوده في حي الغزل. ولتخليده وضع عباس لوحة رخامية فوق الباب الرئيسي نقشت عليها بخط الثلث بطلب من البي حسين، طلب من عباس أن يضع اسمه ويعوضه على تكاليف البناء، فوافق الأخير بعد موت عباس، وخشية من الباي أن ينسى اسمه ويخلد اسم عباس محى اسم الأخير واستبدله باسمه. واعترض ميرسي شيربونو حيث يرى أن العائلة تحاول تحسين صورة جدها. واجهة الأبواب والمداخل الجامع حسب صورته الحالية، مخططه العام عبارة عن شكل مستطيل يندمج في جزء من واجهته الشمالية والغربية من قصر أحمد باي، ومنحدر أرضي للجامع مدخلان أساسيان بالضلع الجنوبي تقدمهما درجات حجرية للجامع أبوابا حديثة وأصلية، فالأولى وضعت لتدعيم الأبواب الأصلية كسياج، والثانية من خشب ذات مصراعين تدعى الباب الحديدية بالمزلاج، وهي ذات حجم كبير تفتح من الداخل. يحتوي جامع سوق الغزل على نوافذ تطل على الخارج معقودة ينتهي جزءها العلوي بزخرفة جصية، ويحيط بها إطار جصي بالجهة الجنوبية 11 نافذة، أما الجهة الغربية 3 نوافذ معقودة، ونوافذ القبة 3 نوافذ على كل ضلع كما نجد في كل مئذنة. أيضا للجامع مئذنتين، واحدة بمنتصف الضلع الجنوبي والأخرى في الركن الشمالي الغربي. من الخارج قباب الجامع دائرية الشكل، توجد على جانبي المئذنة الواقعة في الجهة الغربية، والنوع الثاني من القباب يعرف بالقباب الضحلة، وهي قبة ذات تجويف أقل من القبة المركزية، عددها بيت صلاة، شكله مستطيل يتجه بشكل عرضي على محراب تزينه نصف قبيبة. يحتوي المسجد على 30 عمود، من بينها ما هو مدمج بالحائط، وارتكزت كلها على قواعد دائرية ذات أبدان أسطوانية. ليبقى مسجد البي حسن أو جامع سوق الغزل واقفا وشامخا وشاهدا على العصر وعلى عراقة هذه المدينة.
قسنطينة